الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إيكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insyaAllah. Pada kali ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham iaitu kata soalan dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan mata, maknanya bilakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. Mata satuqabilu mudir al-madrasah ya ustaz. Ma makna mata ya Zahra? Bilakah? Satuqabilu. Ma makna sa? Akan. Tuqabilu. Tuqabilu. Ma makna hu ya Zahra? Kamu berjumpa. Naam. Mudir al-madrasah. Ma makna mudir? Pengetua. Al-madrasah. Sekolah. Ma makna mudir al-madrasah? Pengetua sekolah. Naam. Isalini maratan ukhra. Mata satuqabilu مدير المدرسة يا أستاذ؟ سأقابله في يوم الخميس القادم. ما معنى سأقابله؟ ما معنى س؟ أكن. أقابل. ما معنى أقابل؟ سيبرجمب. هو. ما معنى هو يا زهراء؟ دنانيا. نعم. ما معنى سأقابله؟ Saya akan berjumpa dengannya. في يوم الخميس. ما معنى في يوم الخميس؟ Pada hari Kamis. القادم. ما معنى القادم؟ Akan datang. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستقابل مدير المدرسة يا أستاذ؟ سأقابله في يوم الخميس القادم. ثم السؤال الثاني. متى ستسافر إلى مصر يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستسافر. ما معنى س؟ أكن. تسافر. ما معنى تسافر؟ كامو برمسافر. إلى مصر. ما معنى إلى؟ ك. مصر. مصر. نعم. مرة أخرى. متى ستسافر إلى مصر يا أستاذ؟ سأسافر إلى مصر في الشهر القادم. ما معنى سأسافر؟ ما معنى سأسافر؟ Saya akan bermusafir. إلى مصر. Ke Mesir. في الشهر القادم. ما معنى في؟ Pada. الشهر. ما معنى الشهر؟ Bulan. القادم. ما معنى القادم؟ Hadapan. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستسافر إلى مصر يا أستاذ؟ سأسافر إلى مصر في الشهر القادم.
ثم السؤال الثاني. متى ستشتري القاموس يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستشتري. ستشتري. ما معنى س؟ أوكي. تشتري. تشتري ما معناه يا زهرة؟ كامو منبلي. القاموس. ما معنى القاموس؟ قاموس. نعم. سأليني مرة أخرى. متى ستشتري القاموس يا أستاذ؟ سأشتري القاموس غدا. ما معنى سأشتري؟ سأكون مبلي. القاموس قاموس غدا. ما معنى غدا؟ إسو. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستشتري القاموس يا أستاذ؟ سأشتري القاموس غدا. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra menggunakan soalan yang sama. السؤال الأول: متى ستقابلين مدير المدرسة؟ ما معنى متى؟ بلاكه. ستقابلين. ما معنى سا يا زهرة؟ أكن. تقابلين. ما معنى تقابلين؟ kamu berjumpa. مدير المدرسة. ما معنى مدير المدرسة؟ pengetua sekolah. نعم. أسألك يا زهرة، متى ستقابلين مدير المدرسة؟ سأقابله في يوم الأربعاء القادم. ما معنى سأقابله؟ سأقابله. ما معنى س؟ أكن. أقابل. ما معنى أقابل؟ سيبرجمبر. هو. ما معنى هو يا زهرة؟ دنانيا. ما معنى سأقابله؟ saya akan berjumpa dengannya. في يوم الأربعاء. ما معنى في؟ pada. يوم الأربعاء. ما معنى يوم الأربعاء؟ hari Rabu. القادم. ما معنى القادم؟ akan datang. نعم. أسألك مرة أخرى يا زهرة، متى ستقابلين مدير المدرسة يا زهرة؟ سأقابله في يوم الأربعاء القادم. نعم. ثم السؤال الثاني: متى ستسافرين إلى مصر؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستسافرين. ما معنى س؟ أكي. تسافرين. ما معناه؟ كامو بالمسافر. إلى مصر. ما معنى إلى؟ ك. مصر. مصر. نعم. متى ستسافرين إلى مصر يا زهرة؟ سأسافر إلى مصر في الأسبوع القادم. ما معنى سأسافر؟ saya akan bermusafir. إلى مصر. ke Mesir. في الأسبوع القادم. ما معنى في؟ pada. الأسبوع القادم. ما معنى الأسبوع القادم؟ minggu hadapan. نعم. أسألك مرة أخرى يا زهرة، متى ستسافرين إلى مصر؟ سأسافر إلى مصر في الأسبوع القادم. ثم السؤال الثالث: متى ستشترين القاموس؟ ما معنى متى؟ بلاك.
ستشترين. ما معنى ستشترين؟ kamu akan membeli. القاموس. قاموس. متى ستشترين القاموس يا زهرة؟ سأشتري القاموس بعد قليل. ما معنى سأشتري؟ saya akan membeli. القاموس. قاموس. بعد قليل. ما معنى بعد قليل؟ بعد قليل ما معناه؟ sebentar lagi. نعم. أسألك مرة أخرى، متى ستشترين القاموس يا زهراء؟ سأشتري القاموس بعد قليل. بارك الله فيكم، بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom kita belajar bahasa Arab.